بسم الله وكفى، سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا نرفع بصدق لواء الإسلام حتى يكون دينك هو الأصدق ودين من سوانا هو الأكذب والأفشل والأظلم. آمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من أفسد في ملك الرحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، هنيئا لنا، ورحمة للمؤمنين. إنما تعتبروه سبير، العياذ بالله، لعنة، لعنة لكم. مش القرآن يحرم عليك اللعنة، يقيك من اللعنة. وانت بما انك ابيت الا ان تكون ملعونا فواصل الطريق. حنا منكم مقاربة بارادوكسال، لعلكم تفهمون. واذا كان قل فهمكم لدرجة هذه، زيدوا عمالة، ما هو مرض على مرض. أيوة، يقول ربي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن: ولا يزيد الظالمين الخسارة. يا ظالم، وراك خاسر في نهاية المطاف. اجمع المال كيف الكلب ترومبور ترومبي، واجمع المال كيما جا مقارون، وتو راهو شنيا النهاية. إذا كان واصل ترومبور ترومبي تمثيلو وغطرستو وميغالي مانيتو، وتو راهو أمثالكم أنتم الأقزام من الكرب من الصهاينة، ماذا يكون لكم من جمع الكرب الذي كسبتموه وحرصتم على كسبه بزاف. يقولوا اخوانا الجزائريين بزاف بزاف. نسأل الله ألا نكون مثلكم في أي شيء كان. والسلام.